اهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونكمل كلامنا وفقراتنا وتغطيه ليله الانتخابات. بيسعدنا في هذه الفقره ان ينضم الينا الناقد الرياضي الاستاذ اكرم عبد الغني. مساء الخير يا فندم ومشرفنا. ربنا يخليك يا استاذ، انا سعيد اني متواجد معاك كابتن محمد. ده شرف لي يا فندم. خلينا نراجع كده مع يعني المشاهدين ابرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لسياده اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي، وتحدث فيه عن عمليه التصويت، وابرز ان لازم كل الجمعيه العموميه اللي هيقوموا بالتصويت لازم في اي ورقه من الاوراق الترشح اللي هيعلم عليها للمرشحين لازم يملاها، ما ينفعش يملى على الرئيس فقط ويسيب بقيه الورقه، في هذه الحاله هتكون الورقه باطله. لو عمل علامه اكثر من علامه على مرشح معين هتكون الورقه باطله، فامور مهمه جدا. ايضا في مندوبين التصويت، هيبقى في مندوبين لكل مرشح في عمليه التصويت، وخمسه لكل منهم في عمليه الفرز، وتم رفض زياده عدد المندوبين في حاله التصويت وفي حاله الفرز. دي من اهم الحاجات. طبعا صرح المهندس سياده اللواء شيرين شمس ان هيتم التعامل بحزم لاي احد من المرشحين لمخالفه القواعد في خلال العمليه الانتخابيه. دي من ابرز الامور اللي جاءت في المؤتمر الصحفي اللي ابرزه اليوم. استاذ اكرم، كيف ترى ابرز ما جاء في تصريحات سياده اللواء شيرين شمس وايضا الاشراف القضائي على انتخابات النادي الاهلي؟ لا يعني انا شايف ان ابرز حاجه كانت تحديد النصاب القانوني لعدد الحضور، واللي حدده ووضحه اللي هو 20 ب 10,000 صوت. في حاله عدم اكتمال هذا العدد هتلغى الانتخابات، ويعين لجنه برئاسه المدير التنفيذي للنادي لمده سنه لاداره العمليه، ثم الدعوه للانتخابات بعد هذه المده. دي كان اعتقد ان هي كانت من ابرز الامور اللي تم توضيحها. انا كنت مش عارفه الناس ايه لو حصل لو ما اكتملتش الجمعيه العموميه، فهو وضح النقطه ديت. كان برضو عدد من له حق الادلاء بالصوت هم حوالي تقريبا من 60 الى 66 الف عضو، اللي هم مسددين للاشتراك حتى موعد الانتخابات. استاذ اكرم، هل ترى التنافس شديد في هذه الانتخابات؟ انا بس كنت عايز اتكلم على حاجه، على حته ان النيابه الاداريه رفضت زياده عدد المندوبين للمرشحين، لان بعض المرشحين طلبوا بزياده هذا العدد، لكن النيابه الاداريه شافت ان العدد المسموح به عدد يسمح وكبير جدا، لانه هيصل الى حوالي 180 في لجنه الفرز لوحديها للمرشحين، يعني 180 واحد هو بيراقب العمليه. تمام، فاعتقد انه كان عدد كبير مش محتاج ان هو يتم زيادته. طيب هرجع تاني لنفس سؤالي، هل ترى التنافس تنافس شديد؟ تنافس فين، بين المرشحين ولا تنافس بين كل المرشحين ولا بين قائمتين؟ تمام، شوف انا هقول لحضرتك على حاجه. اللي بيحكم التنافس هو الانجازات او حجم الاعمال اللي بيتم تنفيذها في المكان. لو نظرنا الى القائمه بيتزعمها رئيس النادي الحالي المهندس محمود طاهر، هي تولت المسؤوليه في الفتره السابقه. مش كلهم طبعا كانوا موجودين في المجلس، كان بعض منهم موجود في المجلس والبعض تم ضمه جديد، لكن هذا المجلس حقق انجازات اعتقد ان هي شعر بها كل من داخل النادي. انا مش هتكلم على اللي بره النادي من الجمهور او من المشجعين، اللي هم ما يعرفوش ما تم داخل النادي، هم ليهم حاجات معينه بس اكيد المشجع برضه يا استاذ اكرم بيهمه في المقام الاول النادي الاهلي يكسب بطولات، أنا اعرف الدوري، يكسب بطوله الكاس، ينافس على ابطال افريقيا، يكسب بطوله السوبر، دي من اهم حاجه للمشجع. انا اعرف ان المشجع المفروض ان هو عارف ان فريقه منذ 4 سنوات كان يعاني بشده، اعتزل معظم نجومه، هربت الاجهزه الفنيه من تحمل المسؤوليه، بدايه من جوزيه ثم حسام البدري ثم محمد يوسف، وكلهم ناشدوا مجلس الاداره ضروره دعم الفريق، لكن للاسف لا يتم دعم الفريق، عانى الفريق بشده. ثم جاءت ثوره 25 يناير وانتهى الامر بصعوبه عملية التجديد. وأنا يعني أتذكر أن رئيس النادي السابق كابتن حسن حمدي قال في مؤتمر صحفي قبل ترك المهمة أن مجلس إدارة النادي الأهلي القادم سيعاني بشدة
وتولى المسؤوليه مجلس اداره برئاسه المهندس محمود طاهر. وللاسف هو لم يعاني من الاصلاح ولكنه يعاني من بعض المعوقات التي تم وضعها في طريقه لاثناءه عن النجاح. يعني لكن على المستوى العمل هو سعبه كله بقوه، وخلال السنتين الاولانيين حصل بعض المشاكل وبعض الخلافات وانتهت باستقاله مجموعه معينه، ثم عمل المجلس في هدوء في المده التي عقبتها، واعتقد ما تم تحقيقه من انجازات الكل شعر بها. لما تيجي حضرتك البعض بيتهم يقول لك فريق الكوره واحنا جايين وفريق الكوره، اصل النادي الاهلي فريق كوره مش فريق حدائق ومنشآت والكلام دوت. ده يعني كلام يعني انا مش عارف. طب تعالى نتناول فريق الكوره. فريق الكوره حقق 7 بطولات، 3 دوري، 2 سوبر مصري، كاس الكونفدراليه الافريقيه لاول مره في تاريخ الانديه المصريه مش في تاريخ النادي الاهلي، استعاد كاس مصر بعد 10 سنين. بالرغم من كل المعوقات اللي كانت موجوده واللي كان بيعاني منها الفريق، بدات عمليه دعم الفريق بعدد من النجوم الموجودين في الدوري المصري، وكانت طبيعه الدوري المصري غير منتظم، وبالتالي الرؤيه ما كانتش بتبقى واضحه. انت بتدعم فريقك بكل الامكانيات المتاحه قدامك، هي دي الامكانيات المتاحه قدامي، ونجحت في بعض الحالات وفشل في بعض الحالات الاخرى. لكن احنا النهارده شايفين فريق بيلعب في الدوري لم يتلقى اي هزيمه، عنده منذ العام الماضي 71 مباراه. نعم، 71 مباراة حتى، حقق نتائج متميزة في الدوري حتى الآن، بيسير بخطى يعني قوية. أنا مش هقول لا لا، خطى قوية، والدليل إن بعض العناصر التي تم ضمها بدأت تظهر في الفترة الأخيرة، بدأت تاخد فرصتها. شايفين النهاردة في عناصر مبشرة بالخير، الفريق بدأ يظهر ليه معالم، وأعتقد إن مع مرور الوقت وتوالي المباريات هيكون للفريق شأن آخر. البعض بيقول بطولة أندية أفريقيا أبطال الدوري، أبطال الدوري إحنا كنا بنعاني والفريق بيتم إعادة هيكلته من جديد، وصلنا لنهائي أفريقيا في البطولة في الحالية هذا العام، والكل شاهد ما حدث للأهلي من تحكيم. تعرضنا لأسوأ ما يمكن من التحكيم خلال البطولة بالكامل، وخاصة في الثلاث مباريات الأخيرة. تمام، إذا على الرغم ان الثلاث مباريات الاخيره من افضل المباريات اداء بالنسبه للنادي الاهلي، وتعرضنا فيها لتحكيم ظلم تحكيمي غير عادي. نعم، تمام. يبقى اذا فريق الكره مش زي ما الناس بتقول انه بيعاني، وزي بعض المرشحين بيقول اصل احنا جايين عشان نعيد بناء فريق الكره. طب ما قعدتش بناء فريق الكره ليه وانت متولي المسؤوليه؟ ما هو جوزيه ساب الفريق وهرب اللي انت كنت جايبه، لان لما اعتزل معظم النجوم واصبح ان انت مفيش وانت مش عايز تلعب. بغض النظر على 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 جوزيه او ما قبله، يعني هو دلوقتي بناء فريق بيكسب دوري وكاس وبيكسب كل منافسيه، سواء السنه دي الابرز اول الدوري المصري والاسماعيلي، والاثنين النادي الاهلي فازهم، وان سايد جيم يعني وان سايد جيم النادي الاهلي متسيد اللقاء بكل الامور، حتى جمهور النادي الاهلي قاعد بيتفرج على الماتش وعارف ان النادي الاهلي هيكسب وهو الذي له اليد العليا. في الموسم الماضي ما بنقول كل شيء لحقه، يعني بندي كل شيء لحقه. الموسم الماضي النادي الاهلي كسب كل المنافسين ابرزهم الزمالك ذهابا واياب. طبعا المجالس السابقه كابتن حسن حمدي عمل انجازات كبيره جدا في قطاع الكوره، وعلى مدار 110 سنه طبعا كابتن صالح سليم، الفريق مرتجي، كل مجالس اداره النادي الاهلي بتدي الدعم لفريق الكره حتى يكمل المسيره، وفي هذه الفتره النادي الاهلي ماشي بخطى ثابته في كره القدم. هل ده واضح؟ انا مش بقلل من مجهود اي شخص داخل النادي، لكن انا بقول ان المنظومه ماشيه، لكن المنظومه تعطلت في مرات عديده، وكان الاهلي بتسقط منه بطولات عديده. مش هقول برضه في زمن مين او في، لكن مرينا بنفس الازمه، وقعدنا في بعض المرات 4 سنوات الاهلي لا يحصل على بطوله، عانينا كتير وكانت الناس بتصبر، وكان موجود اسماء عاليه جدا. تمام، النهارده الفريق بيمر بمرحله تجديد، وانت مع ذلك لم تخسر الدوري الا مره واحده وحصلت على 3 بطولات، وثم يتهمونك بانك اسقطت فريق الكره. يعني طب انا اصدق ازاي؟ يعني انا كعضو النادي اسقطت فريق كوره في 2 من الصفقات داخلين منتخب افريقيا المحليين؟ لا يعني بكل البنود اللي بيتكلموا فيها تشعر ان هناك حرب
غير سوية، ليس لي هدف إلا تشويه الجانب الآخر بدون وجه حق. وده زي اللي حصل وتعرض للمجلس في الفترة الأخيرة، التشويه مستمر. طب لماذا استاذ اكرم؟ يعني هل بسبب ان النادي الاهلي ماشي بشكل كويس، ولا هل في اغراض اخرى؟ ما احنا برضو الجمهور عايز يعرف، لان في جمهور كتير شايف ان النادي الاهلي ماشي بشكل كويس. او خلينا برضو نبقى واقعيين، فريق الكوره ماشي بشكل كويس يبقى الدنيا كويسه في النادي الاهلي، كمان خلينا نبقى متفقين على هذا الامر بالنسبه لاي جمهور للنادي الاهلي على مستوى العالم. فريق الكوره ماشي بشكل كويس، هتلاقي الناس كلها مبسوطه، والناس امبارح حتى واحنا هنا اهوت بعد ما كسبنا المصري، انا بنقل لحضرتك شعوري، كنا كلنا مبسوطين في حلقه، نفس الشيء امام الاسماعيلي. النادي الاهلي لما بيمشي بشكل كويس في كره القدم بيبقى الجمهور مبسوط، فمن اين اتت هذه الشائعات؟ معلش، انت حضرتك بتنظر الامور بطريقه واقعيه، اعضاء النادي بينظروا الامور بطريقه واقعيه، لكن للاسف هنا قله لا تنظر الامور بطريقه واقعيه، وهناك قله اخرى بتنظر الامور بطريقه عاطفيه. والاثنين الحالتين الاخرين دول مشكله. النظر للامر بطريقه عاطفيه مشكله، والقله الاخرى التي تسعى للصدام دي برضه مشكله. القله اللي بتدعي ان مجلس اداره النادي الاهلي حاربها وكان بيمنعها من دخول النادي، دي مشكله، ودي مشكله خطيره جدا، تمام، على غير الحقيقة. القلة اللي بتتعامل بالعاطفية دي مشكلة خطيرة جدا، لأن حكمها ما بيكونش صادق أو واعي، تمام. ودول يعني أعتقد إن هم ما لهمش تأثير، يعني هو التأثير هيكون من عضو الجمعية العمومية، هو صاحب الحق الأصيل في اختيار من يراه مناسبا لتولي أمور النادي. وأنا من خلال متابعتي ومن خلال عملي جوه النادي الأهلي وتغطيتي الانتخابات منذ عام 88 حتى الآن، أعتقد أن عضو الجمعية العمومية النادي الأهلي عضو متميز، وبيستطيع أن يحكم على الأمور بطريقة سليمة، وما بيشتغلش لصالح حد، بيشتغل لصالح ناديه. هو مختلف، لأنه هو لا يرضى يعني إلا لصالح ناديه. بمعنى هو بيشتغل لصالح ناديه بمعنى بيشتغل لصالح ناديه بمعنى أنه شايف مين اللي بينهض بناديه، بينهض بناديه. النهارده مفيش حاجة اسمها نادي رياضي. يعني ايه نادي رياضي؟ هو النادي الرياضي ده مش فيه أعضاء لهم حق بيدفعوا سددوا اشتراكات ودفعوا آلاف الجنيهات عشان يخشوا في نادي يقعدوا فيه ويتم احترامهم اجتماعيا ورياضيا وإنشائيا. الجمهور بيقول لك لا أصل الأهلي بتاع كورة. لا، أنت ما تقولش الأهلي بتاع كورة. طب ما هو الاهلي بتاع يعني متميز في الكوره، في اعضاء النادي الاهلي دول اللي بيدفعوا الشراكات بتاعتهم سنويا، طيب الاهلي لم عشان تدعم منهم فريق الكوره وتدعم منهم. طب ليهم حق ان هم يقعدوا في مكان كويس ومكان محترم يليق باسم النادي الاهلي، تمام. احنا النهارده بنشوف طفره اعضاء النادي الاهلي في فتره من الفترات، بل ان بعض المرشحين الموجودين في مجلس الاداره الحالي اللي مرشحين نفسهم ابنائهم لا ياتون الى النادي الاهلي، وكانوا يصوتون في الانتخابات بتاعت الانديه السابقه دي في انديه اخرى، تركوا النادي الاهلي عشان كان النادي الاهلي يعاني انشائيا، يعاني من عدم وجود مكان مناسب يليق بيهم. النهارده لما انا احاول ان انا اعمل توازن وانجح فيه تحقيق طفره انشائيه واضافه فروع جديده تتناسب مع اسم وامكانيات النادي الاهلي، انا بتكلم على النادي الاهلي، بتكلم عن 70 حوالي 70 مليون مصري غير ملايين في الدول العربيه. أنا شايفها 90 الصراحة، تمام. يعني لابد أن يكون له نادي يليق به، يليق بأعضائه، يليق باسمه، بتاريخه، تمام. أنت عايز تحرم ليه الناس من هي وتدعي تقول لك أصل النادي الأهلي مش بتاع كراسي وشماس. يعني إيه؟ يعني هو النادي الأهلي بتاع كورة؟ طب لما كنت بتسقط في الكورة قبل كده سنة واثنين وثلاثة أثناء لأي سبب ما وبتدعم فريقك وبتحاول ترجع وتعيد وتستأنف نشاطك مرة أخرى، كنت بتبقى فاشل في كله بقى، في كورة وفي إنشاءات وفي تجديدات يعني أنت حضرتك يا فندم بتقول إن النادي الأهلي في كل المجالات، سواء رياضيا، سواء إنشائيا، سواء في الألعاب الأخرى، سواء في كل المجالات، يجب أن يكون في الرياضة في كل شيء، يجب أن يكون في توازن. يعني إحنا النهاردة حضرتك لما تنظر إلى الألعاب الجماعية في النادي الأهلي في الموسم الماضي، هنتكلم عن مستوى مصر والمستوى العالمي، لأول مرة النادي بيحقق كل البطولات القارية في الألعاب الجماعية على مستوى الرجال والسيدات. يعني في كل الألعاب الجماعية، أين الفشل؟ قول لي، واحد يقول لك أصل الرياضة واقعة.
طب يا عم قول لي مش أنسلة على الرياضة اللي واقعة، ده أنت واخد بطولات أنت ما خدتهاش قبل كده، في اليد خدت بطولات قارية ما خدتهاش قبل كده، النادي ما حققهاش قبل كده، في السلة وفي الطايرة فين الوقت؟ في كرة القدم خدت بطولة ما خدتهاش مصر خالص قبل كده. ده بالإضافة إلى تصدر البطولة الأفضل بالنسبة لجمهور الأهلي كله، الدوري المصري، الدوري والكأس اللي هو المسار الطبيعي للنادي الأهلي لم يسقط. يعني احنا لا مش عايزين نقول الدوري بس طبيعي، الاهلي طبيعي ان الاهلي يكون متفوقا في القاره بالكامل، هي دي امكانيات النادي الاهلي. لكن هل بس انا هقول لك حاجه يا استاذ اكرم، هل معنى ان يتم تجديد الفريق ان انا هقول لحضرتك حاجه في بعض الاقاويل، وهنا انا هتدخل بقى بكلام فني كمدرب، يعني في بعض الاقاويل تقول لك ايه وايه المشكله، طب ما هو النادي الاهلي على طول بياخد الدوري. لا، انك تستمر انك تاخد الدوري ده انجاز كبير جدا، لان الثبات هو بدايه الهبوط. في كل حته في العالم كل الانديه اللي بتنافس انها تكمل حقبه متصدره بتخلص بطوله بيتم التدعيم. اذا لم يتم التدعيم وفضلت على اللي انت خلصت عليه او انهيت المسابقه عليه، ده بدايه السقوط، وده حصل في نماذج كتيره جدا، ومش بس على مستوى مصر، على مستوى العالم كله. فالثبات انك تقدر تواصل في احلال وتجديد وفي تغيير فكر وتغيير استراتيجيه، انك تفضل تاخد المسابقه، ده قمه النجاح. لان الناس بتقول لك اصل طبيعي النادي الاهلي ياخد الدوري، اه ما هو بياخده ازاي؟ ما هو يا باشا في لاعب، في لعيبه، في مدير فني، في شغل، في جهد، في عرق، في نتيجه، في بطوله، لكن مش طبيعي واحنا قاعدين النادي الاهلي ياخد الدوري. انا مش عايز اقول طبيعي، لكن انا اقول هما بعض الناس بيقول لك لا ما الدوري، لا خلاص طبعا هناخد الدوري. انت بتنكر ليه ان الفريق بيمر بمرحله تجديد؟ انت قبل كده التمس العذر لمجالس ادارات ظلت 4 سنوات لا تحقق شيء. النهارده مش عايز التمس العذر الفريق محقق 3 بطولات دوري في 4 سنين، 3 سنين ونص. محقق كاس مصر، بيستعيد كاس مصر بعد 10 سنين غياب عن النادي. انت مش عايز تلتمس العذر ليه؟ مش عايز تلتمس العذر الفريق لنادي كان مفلس بيعاني، موظفينه ما خدوش فلوسهم، مرتباتهم من على مدار 4 شهور، عندك ديون، بيستطيع ان هو يحقق طفره، يقهر كل هذه الصعوبات ويحقق طفره انشائيه ويسدد جميع ديونه وينجح مع الالعاب الجماعيه والفرديه ويسعى الى بناء فريق كره قوي. النهارده الفريق ما شاء الله بيسير بخطى ثابته، واعتقد ان فريق الاهلي هيكون ليه الفتره الجايه صولات اكبر من الحالي. طيب خلينا برضو نرجع لعمليه التصويت اللي هتبتدي ان شاء الله في 9 صباحا من صباح الغد، وهتنتهي في 9 مساء الغد، ويجب ان يكون كل يعني مدلي بصوته ياتي بنفسه، مفيش اي توكيلات. انا باكد كلام اللي هو شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي حتى يكون واضحا للجميع، ومفيش مشكله ان احنا نراجع مره واثنين وثلاثه حتى يعلم الكل. كلمه اخيره استاذ اكرم للجمعيه العموميه. من ناحيه يعني بماذا تنصح الجمعيه العموميه للنادي الاهلي خاصه واحنا داخلين على يوم الانتخابات غدا؟ انا هنصحه كاهلاوي ومش كاعلامي. يعني انا لما هنصح كاهلاوي مش كاعلامي، عشان لو كاعلامي البعض هيقول لك انت مش محايد، لكن انا كاهلاوي عاشق للنادي الاهلي هقول شوف فريقك وشوف ناديك حقق ايه وحافظ عليه، شوف انت حققت ايه، وصلت لحد فين، ناديك بقى شكله ايه، واللي جاي هيبقى ايه، حافظ عليه. اوعى تسقط في فخ العاطفه او بعض الجماهير التي لا تجيد الا مش عايز اقول لفظ يعني يزعل حد، بس هي لا تجيد حتى التشجيع، هي لا تجيد الا افتعال المشاكل، ودول للاسف قله. في كل مره كان النادي الاهلي بيسعى لاعاده الجماهير الى المدرجات كانوا بيتسببوا في فشل هذه المحاولات. اتمنى ان يفهم ويستوعب عضو الجمعيه العموميه هذا الكلام عند تصويت صوته في الانتخابات غدا ان شاء الله. ان شاء الله العمليه الانتخابيه تكون سهله وسلسه باذن الله. شوفوا لحضرتك على حاجه، طول عمر النادي الاهلي انتخاباته بتبقى شرسه صعبه،
البعض بيقول لأول مرة، لا مش لأول مرة، هو لا، هو كل ما بيتزداد الوسائل الإعلامية وبتتواجد بصورة أكبر بالتالي بتكون الأمور أوضح. لكن كانت هناك انتخابات شديدة وشرسة ولم يكن هناك وسائل إعلامية تبرز هذه الشراسة والقوة، تمام. لكن النهاردة احنا قدام وسائل إعلام وانت قاعد بتفتح تليفونه ومواقع التواصل الاجتماعي عمالة شغالة، النت شغال قدامك، 30 بوابة إلكترونية وموقع إلكتروني وصحف وقنوات استاذ اكرم شرفتنا نورتنا يا فندم، وان شاء الله دايما التوفيق للنادي الاهلي باذن الله. انا شرفت بيك كابتن محمد وقناه الاهلي. كده انتهت فقرتنا مع حضراتكم، لسه مستمرين مع حضراتكم، عندنا تغطيه مهمه جدا ليله الانتخابات، اوعوا تروح بعيد، نادي الاهلي حبيبي.